أهلا بيكم في الحلقة رقم 18 من حلقات CTC. الحلقة النهاردة هنتكلم عن الهارمونيكس والمدار بتاعتها على معدات زي الكيبلز، النيوترال كوندكتور، الترانسفورمر، الموتورز، الداتا سنترز، وإيه الاحتياطات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها أثناء التصميم. أول تأثير هنشوفه للهارمونيكس تأثيرها على الأوفر هيتنج اللي احنا بنشوفه في الكابلات لنفس قيم الأمبير اللي ماشية في الكوندكتور. لو التوتال هارمونيك ديستورشن بتاعه زاد، معنى كده ان السكين افكت تأثيره هيظهر في الحرارة بتاعة الكابل، وبالتالي لو رسمنا قيمة التيار اللي مر مع قيمة الهارمونيكس اللي موجودة فيه هنلاقي ان الباور لوسز بتزيد مع ازدياد التوتال هارمونيك ديستورشن. من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها في حالة وجود هارمونيكس في الدايرة هو تأثيرها على قيمة التيار اللي ماشي في كابل النيوترال. تعالوا نشوف الدايرة اللي قدامنا عبارة عن ترانسفورمر بيغذي 3 أحمال سنجل فيز وفي كابل نيوترال واصل. لو كانت الأحمال بالانسد يبقى مجموع التيارات هيكون 0 في النيوترال، ده لما تكون التيارات كلها 50 هرتز. أما لو مركبة التيار كان فيها ثيرد هارمونيك هيحصل انه مجموع الفاندامنتال فريكوانسيز هتبقى ستيل بالانسد بقيمتها بصفر، ولكن الثيرد هارمونيك كومبوننتس هتتجمع جمع جبري وبالتالي قيمتها هتبقى 3 اضعاف اللي هي موجوده في الفازه. المنحنى اللي قدامنا بيورينا تاثير الثيرد هارمونيك على قيمه التيار النيوترال متنسبه لتيار الفيز. واضح من الكيرف انه مع ازدياد نسبه الثيرد هارمونيك بتاعه النيوترال قيمه التيار بترتفع لحد ما توصل ل 33%، بيبقى قيمة تيار النيوترال بيكون مساوي لتيار الفيز. أما لو الهارمونيكس زادت عن هذه القيمة وبالذات الثيرد هارمونيكس هنتوقع أن تيار اللي ماشي في كابل النيوترال بيكون أعلى من تيار الفيز. ليه؟ لأن احنا قلنا أن هما بيتجمعوا جمع جبري، وزي ما تعودنا احنا كل اللي بنقوله موجود بالتفصيل في الإلكتريكال إنستاليشن ويكي. لو فتحنا الالكتريكال انستاليشن ويكي ودورنا على كلمه هارمونيكس هنلاقي كل الشابترز اللي بتتكلم عن الثيرد هارمونيكس والجداول اللي احنا قلناها والكيرفات، وكمان ازاي بنعمل تحسيب لقيمه كابل نيوترال مقارنه بنسبه الثيرد هارمونيكس اللي بتبقى موجوده في الدايره. احنا شفنا تاثير الهارمونيك على النيوترال كوندكتور في حاله الكابلات. تعالوا نشوف تاثيره على حاله الباسوي. والباسوي ده مش بس بنبص على تأثير التيار في الكوندكتور، لا كمان بناخد تأثير الميوتوال هيتنج ما بين الفيز كوندكتورز والنيوترال كوندكتورز. ليه؟ لأن كلهم محطوطين في غلاف معدني واحد. في المثال اللي قدامنا لو عندنا 3 فازات قد بعض وكلهم كانوا 50 هرتز، بالتالي المحصلة زي ما قلنا هيبقى النيوترال مش شايل أي تيار. اما في حاله كان وجود ثيرد هارمونيكس موجوده ناخد بالنا ان الهيتنج افكت بتاع الفيز هيبقى مقسوم نصين، هو عباره عن الهيتنج افكت بتاع الفاندامنتال فريكوانسي زائد الهيتنج افكت بتاع الثيرد هارمونيك، وما ننساش تاثير السكين افكت على الهيتنج افكت بتاع الثيرد هارمونيكس. بمعنى ايه؟ انه لو نفس قيمه التيار كان ماشي مره بقيمه 50 هرتز، لو هو ماشي بس بثيرد هارمونيك ب 150 هرتز، يبقى معنى كده ان الهيتنج افكت بتاعه هيبقى اكتر. معنى كده ان احنا لو رسمنا الكوندكتورز زي ما هي قدامنا وحطينا قيمه الهيتنج افكت بتاع الثيرد هارمونيك هنلاقي ان احنا هنوصل لتمبريتشر بتاعه الكوندكتور النيوترال، ولكن هيبقى ستيل في اوفر هيتنج افكت موجود على الفيز كوندكتورز. معنى ذلك ايه؟ ان احنا لو بس كبرنا النيوترال كوندكتور هيفضل عندنا ستيل الهيتنج افكت موجود في الفيز كوندكتورز. يبقى ايه اللي احسن؟ اللي احسن من ان احنا نعمل دبلنج للنيوترال كوندكتور ان احنا نعمل دبلنج للنيوترال كوندكتور وكمان ناخد الهيتنج افكت على الفيز كوندكتور. عشان كده شنايدر احنا دايما بنريكومند انه الباسويز لما بيكون في عندنا ثيرد هارمونيكس اكتر من 33% ان احنا نعمل دي ريتنج للباسوي بالكامل، عشان الهيتنج افكت ما بنقدرش ان احنا نتحكم فيه ما بين النيوترال وما بين الفيس كوندكتورز. تعالوا نشوف مثال عملي على مقارنه ما بين باسوي
معمول بنظام الدبل نيوترال، وباسوي معمول بنظام المية في المية نيوترال، ولكن الفيز والنيوترال كلهم اوفر سايز. نبص على الباسوي الدبل نيوترال، هنبص على الكروس سيكشن بتاع الفيز والنيوترال. التوتال بتاعهم 4800 ملم سكوير. لما نقارنهم بال 100% نيوترال هيبقى برضو 4800 ملم سكوير، ولكن تعالوا شوف الافكت بتاع التمبريتشر. في الدبل نيوترال الافكت على الفيز والافكت على الكيسنج ستيل اعلى من ال 100% نيوترال باسوي، علشان كده بنقول ناخد بالنا من حتة الديريشن بتاع الفيز كوندكتورز زي ما احنا خدنا بالنا من النيوترال كوندكتورز. علشان كده في الـ 100% rated busways المصنع بيعطي لقيم البسوي اكتر من قيمة يقدر يشيلها على حسب الكونتنت بتاعة الهارمونيكس اللي موجودة. مثال على ذلك في الجدول اللي قدامنا بالنسبة للبصبرات الـ KBA والـ KN والـ KS، بندي نفس التحميل سواء كان شايل THD 15%، THD ما بين 15 ل 33% او THD اكتر من 33%. اللي عايز يستزيد من السلايدز دهيت يقدر يخش على الالكتريكال انستاليشن ويكي ويبص في الحتة بتاعت الهارمونيك كرنتس ان ذا سيلكشن اوف بسبار ترانكينج سيستمز بسويز، وهيلاقي الكيرفز والتيبلز اللي احنا اتكلمنا عنها. مهم جدا الناس اللي بتعمل تصميمات للداتا سنترز تاخد بالها ان حصل تطور كبير في الهارمونيك كونتنتس اللي موجوده في الداتا سنتر نتيجه تطور السبيسيفيكيشنز وكمان تطور الباور سبلايز اللي بتغذي السيرفرز. شنايدر عملت وايت بيبر اسمها الوايت بيبر 38. في السلايد اللي قدامنا عملوا قياسات حقيقيه في داتا سنتر، والداتا سنتر ده كان فيه زي ما احنا شايفين برانش سيركتس من اول واحد لغاية 16، وقاسوا فيها كمية الهارمونيك كونتنتس اللي موجودة في كل برانش سيركت لوحدها. زي ما احنا شايفين اكبر برانش سيركت كان برانش سيركت نمرة 16، ما كانش واخد هارمونيك كارنت في النيوترال اكتر من 30% من الفيز. لو احنا كنا شغالين على الديزاين جايدلاينز القديمة اللي كانت مش واخده في حسابها تطور الباور سبلايز، كنا هنعمل سايزنج للنيوترال على اساس ان التيار اللي ماشي في النيوترال هو اكتر من 170% من تيار الفاز. اما في المودرن كمبيوتر باور سبلايز الكلام ده هو زي ما احنا شفنا في القياسات الحقيقيه كان في الاوردر بتاع ال 20 ل 30% لا اكثر من ذلك. وبالتالي لو احنا كنا اشتغلنا على الجايد لاينز بتاعت الداتا سنترز والكي فاكتورز القديمه، لو احنا كنا هنعمل تصميم للداتا سنترز زمان كنا هنجيب ترانسفورمرز لها كي فاكتور 21. اما النهارده نتيجه القياسات اللي احنا عملناها الكالكوليتد كي فاكتور هيبقى 1.25. تعالوا نشوف لو ما ناخد الهارمونيك انالايزر ونقيس بيه شكل موجة التيار والجهد اللي داخلين على باور سبلاي من النوع الحديث اللي احنا بنسميه لينير باور فاكتور كنترولد باور سبلاي. زي ما احنا شايفين قيم التشوه اللي موجودة في التيار والجهد within specifications، وما فيش الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الباور سبلايز القديمة. الباور سبلايز القديمة اللي هي switched more power supplies زي ما احنا شايفينها في الشكل اللي قدامنا، الاوسيلوجرام اللي موجود قدامنا بيورينا حاجات زي مثلا المونيتورز القديمه او السويتش بوت باور سبلايز القديمه اللي كانت فيها كونتنت سيرد هارمونيك عاليه. التاثير الثاني اللي بنشوفه الهارمونيكس على الموتورز الاوفر هيتنج اللي بيحصل في الموتورز، والاوفر هيتنج ده بيكون مقسوم اثنين، الاوفر هيتنج نتيجه السكين افكت اللي موجود في الوايندنجز، وكمان نتيجة ان موجود في عندنا هارمونيك توركس. الهارمونيك توركس دهيت ايضا بتقلل من قدرة الموتور على انتاج التورك، وبالتالي الموتور ما بيكونش قادر ان هو يطلع التورك المناسب لان الحمل يدور، وبالتالي السليب بتكون عالية، وبالتالي اللوسز بتاعة الروتور بتكون برضو considerable. التأثير الثالث هو تأثير الهارمونيكس على الأونلود لوسز بتاعة الترانسفورمر. الأونلود لوسز بتاعة الترانسفورمر مقسومة نصين، اللوسز due to winding resistance ودي بنسميها DC resistance loss،
ودي ما بتتأثرش بالهارمونيكس. أما الوايندينج أدي لوسز هي دي اللي بتفرق معانا، وبالتالي الترانسفورمر ريتنج must be derated لما يحصل فيه إنكريز في الهارمونيك كونتنتس في التيار المسحوب. تعالوا نشوف الإفكت بتاع الأدي لوسز اللي احنا بنقول عليها اللي هي بتأدي إلى السكين إفكت. هنحط على الشمال الكوندكتور لو كان فيه ماشي 50 هرتز، الألوان اللي انتوا شايفينها هي توزيع درجات الحرارة ما بين الكونسنتريك، لو تخيلنا ان هو كونسنتريك سيركلز جوا بعض. لو لنفس قيمة التيار بس كانت الفريكوانسي بتاعة التيار اللي معدي كانت 250 هرتز، تاخدوا بالكوا ان التيار بقى يطلع اكتر ناحية الادجز اللي احنا بنسميها السكين افكت، وبالتالي التيار بقى محشور اكتر في كروس سكشن اريا اقل، وبالتالي زي ما انتوا شايفين درجات الحرارة بتزيد على الاطراف. لما بنيجي نحسب الاوفر سايزنج بتاع الترانسفورمر في عندنا تو ستاندردز، الستاندردز الامريكان اللي هي اليو ال 1562 والستاندردز اليوروبيان الاتش دي 538. الجدول اللي قدامنا بيورينا قيمه التي اتش دي المتوقعه في الحمل والاوفر سايزنج اللي احنا المفروض نعمله لما نكون ماشيين على الكي فاكتور بنظام اليو ال او بالاوفر ريتنج فاكتور حسب المواصفات الأوروبية الـ HD538. في نهاية حلقتنا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، ونشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على خير، وإلى اللقاء.